الحصر علينا بالغلب والمدة ضعفت المدة على الشعب هذا كامل ضعفت علينا قوي جدا شكرا أثرت علينا أخي بضعف الغلاء كنا نجر هذا الكيلو هذا بألف ألم نجر بألفين بثلاثة ألف ضعفت بسبب الغلاء من عادي ما بيقدرش واحد يتحصل على قوت يومه مثلا أما رمضان مصاريفه كثيرة خاصة إذا الإنسان معه أولاد كثير ويجيه مستأجر انعدام المرتبات يعني كل هذه معانا لنا ست سنوات بنعاني من كل النواحي الأجواء كتير حلوة ورمضان كريم ويعني الناس بدها تشتري الملتزمات إلها والضروريات لازم تطلع على السوق وكل واحد لازم يكون داير باله إنه التباعد بس أنا شايفة يعني فيش كتير تباعد بس إن شاء الله في بكون في وعي أكتر والناس بتلتزم أكتر.